تعرف كيف صورت هذا؟ كلمة يا حسن. ها؟ حبي كيف عندي حقك كيف مو. ها؟ يعتبر متوفي هو. ايه يا خرب بطول فهم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للأسعار نقول جيد جدا باهي الحمد لله رب العالمين. أفضل من السنة اللي فاتت يعني الأسعار والحمد لله رب العالمين. بالنسبة للبطاطا بثلاثة دينار باهي والخيار بأربعة دينار ما شاء الله تبارك الله خير من السنة اللي فاتت والحمد لله رب العالمين نشكر على نعمة الله. بالنسبة لأسعار الخضرة في مدينة غات والله في متناول الجميع الفترة هذه الصلاة عنا بما شاء الله الخضرة في متناول الجميع حتى الخضرة اللي جينا من برا والخضرة اللي قاعد الحالية في البلدية بروحها يعني المزارعين بروحهم يطلعوا في الخضرة بصفة عامة ما شاء الله يعني مقارنة من العام اللي فات بالنسبة للسنة هذه نقول لك أحسن السنة هذه الخضرة متوفرة وقلت لك بجميع أشكال الخضرة والفواكه ما شاء الله الصلاة على النبي واو الكاميرا الحمد لله ما شاء الله هذا ما شاء الله تصبر والتمر ما شاء الله كل شيء رخيص الحمد لله رب العالمين لا فرق ياسر لا فرق ياسر فرق ياسر توها والحمد لله وكل شيء الحمد لله ورضا مشى جاء بخيراته ومشى بخير الحمد لله رب العالمين كل شيء مشى 100% وكل عام وانتم بخير ونتمنى بسبب شهر رمضان والعيد الفطر المبارك وان شاء الله كل حاجة متوفرة في المحل في بعض الفواكه دائما طبعا دائما برا من طرابلس السعر مناسب حتى بعد المسافه يعني والاسعار متناول للجميع ان شاء الله يعني عندك العنب عندك الكمثرى عندك العوينه فيها في بعض المانجا فيها دي سعر غالي شويه كما برنامج نوجة هدرة الحمد لله رب العالمين في فواكه ما شاء الله الحمد لله في تمر في بعدنوس الحمد لله رب العالمين في جماعة جاء من تعالى عوينات قات بركة كلها الحمد لله جماعة جي بعدنوس وصلت الحمد لله رب العالمين